إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، فإن من أعظم الطاعات وأجل القربات وأفضلها عند رب الأرض والسماوات الصدقة في أوقات الحاجات، ألا وإن من أوقات الحاجات يا عباد الله التي ينبغي على المسلم أن يعتني بها صدقة وإنفاقا وتفقدا للأقارب والمحتاجين مواسم الشتاء، فهي يا عباد الله من المواسم التي تكثر فيها النفقة ويحتاج فيها الفقير إلى مزيد نفقة من مطعم ومشرب وملبس. ويا عباد الله، اعلموا أن الصدقة شأنها في الإسلام عظيم، فقد جاءت الأدلة المتكاثرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدلالة على فضلها والحث عليها. والأدلة في ذلك يا عباد الله لا يستطيع الحاصر أن يحصرها في مثل هذا الموضع، فمثلها يحتاج إلى خطب ومحاضرات وكتب ومجلدات، وحسبنا التذكرة لعل الله عز وجل أن ينفع بها. فالصدقة يا عباد الله نافعة عند الموت، ونافعة في يوم المعاد، ونافعة في دخول الجنة، ونافعة في النجاة من النيران. ولذلك يا عباد الله كثيرا ما تذكر هذه الصدقة عند الموت وعند اليوم الآخر وعند الجنة والنار. فمن ذلك قوله سبحانه وتعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحد من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وقال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه فينظر عن أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر عن أشأم منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يجد إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. والصدقة يا عباد الله سبب لمغفرة الذنوب. قال سبحانه وتعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. وهي سبب لتكفير السيئات. قال سبحانه وتعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. والصدقة سبب يا عباد الله
لأن يخلف الله عز وجل على العبد المنفق خيرا مما أنفق، وما عند الله خير وأبقى. قال سبحانه وتعالى: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال سبحانه وتعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. والفضل هو أن ينفق الله عز وجل على العبد خيرا مما أنفق، والله واسع عليم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة، فإن الصدقة يا عباد الله سبب لنماء هذا المال وسبب لزيادته. فالمسلم يؤمن بوعد الله سبحانه وتعالى، وهي يا عباد الله أي الصدقة برهان على الإيمان وعلى التصديق بوعد الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الصدقة برهان، أي برهان على إيمانك وبرهان على تصديقك لوعد الله سبحانه وتعالى. وذلك لأن النفوس قد جبلت على محبة المال، فإذا أخرج المرء المال طاعة لله سبحانه وتعالى فهذا دليل على قوة إيمانه، ودليل على تقديم محبوبه لمن يحبه وهو الله سبحانه وتعالى. فالله فالمؤمن الذي يقدم الصدقة يدل على أنه يقدم حق الله سبحانه وتعالى وحق رسوله صلى الله عليه وسلم على ما تهواه نفسه وتحبه، وهو المال الذي جبلت عليه. والأدلة يا عباد الله من الكتاب والسنة كثيرة جدا في فضل الصدقة والمتصدقين، وهذه يا عباد الله نماذج من الرعيل الأول والعهد الأكمل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين هم القدوة وبهم الأسوة في تقديمهم الصدقات وإنفاقهم في سبيل الله سبحانه وتعالى. والأمثلة من أفعال الصحابة في هذا الباب كثيرة جدا، ولكن حسبنا أن نذكر شيئا منها. فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصدقة يوما، فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: اليوم أسبق أبا بكر. فجاء بنصف ماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم مثله. فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه بكل ماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت أو ماذا أبقيت لأهلك؟ فقال له أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: أبقيت لهم الله ورسوله. فتصدق بماله كله. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه والله لا أسابقك بعد ذلك أبدا. وكان لعمر رضي الله عنه وأرضاه أرض أصابها من خيبر هي أنفس الأموال عنده وأحب الأموال إليه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال له: إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مثلها قط، فما تأمرني يا رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها وسبلتها. فأمر بها عمر رضي الله عنه وأرضاه، فجعلها في الفقير والمسكين وابن السبيل وفي الرقاب وفي الضيف، فأوقفها في طاعة الله سبحانه وتعالى، وهي أحب الأموال إليه. ولما نزل قوله سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إن أحب الأموال إلي
بيرحاء، وهي أرض كانت مستقبلة للمسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيها ويشرب من مائها الطيب. فقال أبو طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أحب الأموال إلي بيرحاء، فما تأمرني فيها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأني سمعت الله سبحانه وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبه مما تحبون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بخ بخ، إنه مال رابح، إنه مال رابح، وإني سمعت ما قلت، فأرى أن تجعلها في الأقربين. فجعلها أبو طلحة، فجعلها في الأقربين طاعة لله ورسوله. وعندما قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من يجهز لنا الجيش وتكون له الجنة؟ قام عثمان رضي الله عنه وأرضاه وجهز جيش العسرة ب300 بعير و1000 دينار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز جيش العسرة فله الجنة. فهذه يا عباد الله نماذج من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تضحياتهم بالمال وبإنفاقهم في سبيل الله، بتصديقهم بوعد الله سبحانه وتعالى الذي لا يخلف الميعاد. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. ولا يصدنكم الشيطان، إنه لكم عدو مبين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الناس بالصدقة بالخضب، ويحث على ذلك إيمانا منه صلى الله عليه وسلم بفضل الصدقة، وأنها سبب يا عباد الله، سبب لرفعة الدرجات وحط الخطيئات، وهي شكر لله عز وجل. وتأملوا يا عباد الله، تأملوا يا عباد الله في قوله سبحانه وتعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فالمال يا عباد الله هو مال الله، المال هو مال الله، ونحن مستخلفون عليه لينظر الله سبحانه وتعالى ماذا نعمل فيه. ولذلك قال سبحانه: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، الذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. فالمال مال الله، والرزق رزق الله، وأنت مستخلف في هذا المال، فلا تبخل بفضل الله عليك، ولا تبخل على نفسك بالأجور المضاعفات بإنفاق الصدقات. قال جرير بن عبد الله، واسمعوا إلى هذه القصة العظيمة التي حدثت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه: جاء قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم مجتاب النمار أو العباء، أي مخرقة ملابسهم. فقال النبي فلما رآهم متقلد السيوف، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه صلى الله عليه وسلم مما رأى في هؤلاء القوم من الفاقة، فأمر بلالا فأذن وقام، ثم صلى وخطب الناس، وقال سبحانه، وقال صلى الله عليه وسلم بعد أن حمد الله وأثنى عليه، قال: قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم قرأ عليهم آية الحشر،
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: تصدق رجل بدناره، تصدق رجل بدرهمه، تصدق بثوبه، تصدق بنصف صاع تمره، تصدق بنصف صاع بره، فقام رجل من الأنصار وجاء بصرة كادت يده أن تعجز بل قد عجزت عن حملها، فلما رآه الناس قاموا وجاءوا بالصدقات، فاجتمع كومان كما قال جرير رضي الله عنه من الطعام وغير ذلك من الصدقات، فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه مذهبة، ثم قال الحديث المشهور: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من آثامهم شيء. فهذا الحديث يا عباد الله فيه فضل الصدقة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يتأثر عندما يرى إخوانه المسلمين في فاقة وفي حاجة، ويستنير وجهه صلى الله عليه وسلم عندما يتصدق الناس، لأن هذا يا عباد الله دليل على التكافل ودليل على الرحمة، اللذان هما من محاسن هذا الدين العظيم. فهبوا يا عباد الله وحثوا أنفسكم وغيركم على التصدق في هذه المواسم، في مواسم الحاجات، فإن لكم إخوانا يا عباد الله يمنعهم الحياء أن يطلبوا المال أو أن يسألوا الحاجة، فتفقدوا أقاربكم وتفقدوا أهاليكم وتفقدوا أهل دياركم وتفقدوا إخوانكم المسلمين، ولكم الأجر من الله سبحانه وتعالى. واعلموا عباد الله أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شد في النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا غدقا سحا مجللا نافعا غير ضار يا رب العالمين. اللهم لتحيي به البلاد، اللهم لتنفع به الحاضر والباد، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.